اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهوري النادي الاهلي بكل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جوله جديده من استوديو الابطال. النهارده ان شاء الله ختام الموسم الرياضي، اخر مباراه في كل الالعاب او الالعاب الاخرى، نهائي كاس مصر لكره الطائره رجال النادي الاهلي ونادي الزمالك، في مباراه ستقام المفروض الساعه 6، ولكن المباراه اللي قبلها اتاخرت شويه فممكن المباراه تتاخر عن الساعه 6. المباراه ستقام على صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه. النادي الاهلي يدخل هذه المباراه ب 21 لقب كأكثر الأندية المصرية حصولا على كأس مصر، يأتي وراه في المركز الثاني نادي الزمالك بخمس ألقاب فقط. النادي الأهلي فاز امبارح في قبل النهائي على نادي الاتحاد بنتيجة 3-0، وأيضا نادي الزمالك تأهل على حساب طلائع الجيش يتقابلوا النهارده في المباراة النهائية. وزي ما عودنا حضراتكم دائما أبدا بنكون مع أبطالنا في كل مكان. النهارده احنا مع أبطالنا إن شاء الله، ويقدروا يفرحونا وتبقى ليلة بلون تيشيرت اللون الأحمر. دائما ابدا رجال الكره الطائره بيكسروا الارقام، وعايز اقول لكم كمان ان لو ان شاء الله باذن الله يا رب فوزنا النهارده هتبقى المره الرابعه على التوالي نفوز بكاس مصر، المره الرابعه على التوالي، وهو انجاز جديد وتاريخ جديد بيشطره مجموعه اللاعبين اللي موجودين دلوقتي والجهاز الفني اللي موجود دلوقتي. وزي ما عودناكم بيكون معانا كواليس، زي ما حضراتكم شايفين دي كواليس الفرقه بتتعرض على الشاشه مع حضراتكم النهارده، وهم طبعا بيصلوا الجمعة في المكان المفتوح في الجنينة في الفندق أو فندق الإقامة. وكمان زي ما حضراتكم شايفين طبعا الإجراءات الاحترازية بتتخذ، مفيش صلاة أو الصلاة كانت في مكان مفتوح. اللعيبة مستعدة زي ما حضراتكم شايفين، عبد الله عبد السلام دولا كل اللعيبة موجودة في الفرقة الحمد لله، وكل جاهز لمباراة النهاردة عشان تبقى مسك الختام. وعايز أقول لحضراتكم كمان ان الحمد لله بنطمن على فرقتنا الحمد لله بشكل جيد مستعده، مفيش اصابات الحمد لله، مفيش اي جديد. امبارح اطمنا على كل اللعيبه، امبارح كابتن ميدو مصلحي اشرف كل اللاعبين باستثناء احمد صلاح، يمكن هو اللي خد وقت زياده، ولكن هو عنده القدره وعنده الناحيه البدنيه اللي تاهله انه يلعب ماتشين في 24 ساعه. كمان امبارح كل اللعيبه كانت فايقه، عبد الله عبد السلام في الملعب قصد امبارح انه يلعب كل اللعيبه، شفنا امبارح سعيد لعب، شفنا دولا، شفنا عبو، شفنا احمد صلاح كله لعب وهدف، حتى عبد العال نزل ولعب. كل اللعيبه كانت امبارح في شكل جيد، اطمنا عليهم. ينقصنا النهارده ان شاء الله الفوز والفوز بالكاس كما عودنا النادي الاهلي. وعايز اقول لحضراتكم الفتره اللي فاتت شهدت تفوق كبير جدا للنادي الاهلي على نادي الزمالك. كان طبعا السنه دي اتقابلنا مباراتين، مباراه في الدور الاول ومباراه في الدور الثاني، النادي الاهلي اتحط فيهم تحت ضغط شديد قبل المباراتين. يمكن في الدور الاول نادي الاهلي تعرض في خساره مفاجاه، كره الطائره رجال طبعا بتكلم عنهم، تعرضوا لخساره مفاجاه كانت من البتروجيت، خلتنا نروح مباراه الزمالك كانها مباراه كؤوس، لو لا قدر الله كنا خسرنا المباراه في الدور الاول كان انتهى الدوري العام. اتحطوا تحت ضغط، كسبوا الزمالك 3-0. في الدور الثاني ايضا تعرضنا في الجوله القبل الاخيره لخساره مفاجاه من نادي طلائع الجيش، وبرده النادي الاهلي راح على مباراه نادي الزمالك في مباراه برضه ما كانتش تحمل القسمة على اثنين، كان لازم النادي الاهلي يفوز عشان نحصل على بطولة الدوري، ونادي الزمالك ونادي الاهلي فعلا قدر انه يفوز بالرغم من الضغوط الهائلة اللي كانت على الفريق قبل المباراة. ان شاء الله النهارده النادي الاهلي داخل بدون ضغوط، بدون اي شيء، وزي ما حضراتكم شايفين على الشاشة دي برضه الكواليس بنطمنكم على فرقتنا، ودي تغطياتنا الخاصة والمستمرة زي ما عودناكم في قناة الاهلي بنكون مع كل ابطالنا في كل مكان. خليني اقول لحضراتكم ان بعد المقدمة اللي انا مع حضراتكم فيها دي هينضم ليا ضيوفي طبعا اكيد في الاستوديو التحليلي، وهنتناول المباراه فنيا، عندهم كلام كتير جدا فنيا، خاصه ان نادي الزمالك داخل المباراه بروح وشكل جديد لانه عنده دي اخر مباراه في الموسم، محتاج يكسب، محتاج يكسب، محتاج يعوض خسارته الدوري العام، محتاج يعوض خسارته في بطوله افريقيا من الترجي في النهائي 3-0. إذا نادي الزمالك داخل عنده دوافع كتير غير المباراة اللي فاتت، مباراة وياخد بطولة، فإذا النهارده في دوافع، أتوقع إنها مباراة مش هتكون سهلة، بس أتمنى إن شاء الله المباراة تبقى من نصيب أكيد النادي الأهلي، زي ما حضراتكم شايفين ده برضو كواليس من الغدا النهارده زي ما حضراتكم شايفين، وزي ما جبنا إمبارح طبعًا اللعيبة في مقر إقامتهم مركزين، زي ما حضراتكم شايفين الإجراءات الاحترازية على الترابيزة مفيش أكتر من 3 قاعدين أو 4، يعني دي اجواء للبطوله، وزي ما حضراتكم شايفين التركيز باين على وشوش اللعيبه وعلى الجهاز الفني.
اكيد طبعا طبعا ده كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي حرس قبل المباراه ما تبقى او اللعيبه تتحرك للمباراه، ده لحظه دخول كابتن رؤوف عبد القادر الاوتيل عشان يقادر الفرقه كمدير النشاط الرياضي. وزي ما حضراتكم طبعا ده محترف بتاعنا، عندنا ده احمد سعيد، كل اللعيبه زي ما حضراتكم شايفين جاهزين ان هم يروحوا اللقاء. هم دلوقتي في ارض الملعب، مراسلنا ومراسلتنا هناك في ارض الملعب اكيد متابعين، و هنطلع اكيد ليهم هنعرف الاجواء ايه، وهنعرف حتى نطمنكم المباراه اللي قبلينا اخبارها ايه، النتيجه كان كام كام. يعني يمكن قبل ما اطلع مع حضراتكم على الهواء كان مباراه الاتحاد وطلائع الجيش في الثالث والرابع كانت النتيجه 1-1، وكما توقعنا ان المباراه تبقى جامده ممكن تروح لشوط خامس، فتوقعنا ايضا انه اكيد مباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك هتتاخر شويه، لان ده طبيعي يعني هم حاطين ساعه ونص للمباراه، بس اتوقع ان مباراه الثالث والرابع هتطول معانا شويه، فاكيد هيكون معانا المراسلين من ارض الملعب عشان نقول لكم الاجواء ونقول لكم اذا كان فرقتنا وصلت ولا لا، وهل فرقه نادي الزمالك ايضا وصلت ولا لا. عايز اطمن حضراتكم كمان انه فرقتنا بتضم مجموعه من الناشئين. امبارح شفنا الحسيني وهو بيشارك، عبد الرحمن الحسيني كابتن محمد مصالح ميدو فضل يشاركوا، طبعا دي لقطات من ارشيفيه من مباراه الاهلي والزمالك اللي فاتت في الدور الثاني اللي حصلنا بعديها على بطوله الدوري العام. كابتن محمد مصالح ميدو زي ما قلت لحضراتكم امبارح اشرك عبد الرحمن الحسيني في الشوط الثالث، والحقيقه الولد ادى اداء كويس جدا جدا. اذا فرقتنا عندها كل المفاتيح اللي نقدر بيها نفوز النهارده ونقدم مباراه جيده جدا. عايز اقول ان النهارده عبد الله عبد السلام عليه دور كبير جدا. عبد الله عبد السلام مش صانع العاب الفريق، مش بس انه بيوزع الكور، لا ده هو بيقرا البلوكات وبيقرا يعني توزيع البلوكات وتوزيع اللعيبه في الملعب الاخر او في نص الملعب الاخر، وبناء عليه بياخد قرار هيرفع لمين. طيب خلينا نروح لمراسلنا كريم احمد من ارض الملعب عشان ينقلنا الاجواء. اتفضل يا كريم. برحب بيك طبعا كابتن هيثم سعيد كباتننا الكبار في الاستوديو التحليلي كل جمهور النادي الاهلي. يعني الحقيقه كابتن هيثم ان شاء الله متفائلين كلنا بالماسترز فريق طبعا رجال الكره للطائره ان شاء الله باذن الله. النهارده مباراه هامه ومرتقبه، نهائي كاس مصر الاهلي والزمالك على صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه. ان شاء الله باذن الله تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي، ويقدر النادي الاهلي يحافظ على اللقب 22 ليدخل دولاب بطولات النادي الاهلي. الحقيقه كابتن هيثم طبعا يعني بنشيد الحقيقه بصاله هيئه قناه السويس، مديريه امن الاسماعيليه الحقيقه طبعا هنا موفره كل الامور، مفيش اي مشاكل خالص بتعوق الدخول والخروج، كل اللعيبه الحمد لله دخلت. انت عارف طبعا مفيش جمهور، امر محزن شويه بالنسبه للعيبه النادي الاهلي، لكن بنامل ان شاء الله بقى مع قله العدد بالنسبه لكوفيد 19 يعني شايفين الحمد لله وزاره الصحه ويمكن البيانات خلال الايام الماضيه بتقل بشكل كبير جدا، بنامل ان شاء الله ان احنا نوصل لرقم صفر في مصر لتكون الجمهور من جديد بتتواجد في مدرجات النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله، سواء في الالعاب الاخرى وايضا كمان في كره القدم. في هذه اللحظات يا كابتن هيثم يمكن المباراه حماسيه وقويه جدا، الاتحاد السكندري وايضا طلائع الجيش 2-1 لطلائع الجيش، ويمكن الشوط الثالث كمان 7-2 للاتحاد السكندري. جيم قوي وصعب جدا، واضح ان يمكن الكل مركز جدا على المركز الثالث والرابع، لكن اللي بيهمنا اكيد يا كابتن هيثم طبعا هي مباراه الاهلي والزمالك. الفريقين متواجدين، فريق النادي الاهلي متواجد في الاسماعيليه يمكن اكثر من يوم، يمكن كمان الكابتن محمد مصلح الحقيقه المدير الفني لفريق النادي الاهلي النهارده صلاه الجمعه كانت صباحا انت عارف يا كابتن هيثم، ويمكن كمان 4 عصرا كانت محاضره فنيه للكابتن ميدو اللي اكد على اهميه المباراه، اكد على اهميه البطوله. الحقيقه الفتره اللي فاتت كل اللعيبه عندها امل كبير جدا ان شاء الله ان احنا نحقق الثنائيه، ومش بعيد، ما بنتكلمش على اشواط، ما بنتكلمش ان النادي الاهلي يفوز 3-0 او غيره يفوز 3-0، على قد ما بنتكلم ان المباراه اخيرا تكون من نصيب النادي الاهلي. الامور الحمد لله طيبه جدا لكل اللاعبين، منتظرين بس تنتهي مباراه الاتحاد السكندري وطلائع الجيش، لكن يعني اقدر اقول لك الموضوع ممكن يطول شويه لان يمكن نقطه نقطه ماشيين نقطه نقطه يمكن الاشواط، لكن بنامل ان شاء الله باذن الله تنتهي في ميعادها ونقدر ان شاء الله نتابع مباراه الاهلي والزمالك بشكل حصري على شاشه قناه النادي الاهلي، اللي باذن الله ان شاء الله تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي. حضور النهارده حتى هذه اللحظه مع الوزير طبعا الرياضه الاسبق العامري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي للدكتور سامح حمدي رئيس الاتحاد، وفي انتظار ايضا كمان توافد اعضاء مجلس الاداره لمتابعه هذه المباراه. الامور الحمد لله طيبه، بنتمنى بس التوفيق يكون معانا النهارده، وايضا كمان قراءات الفنيه مميزه جدا لكابتن محمد مصلح يكون ليها تاثير النهارده مع كل نجوم النادي الاهلي. كريم احمد مراسلنا من ارض الملعب بشكرك شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين ده كان طبعا مراسلنا من ارض الملعب كريم احمد، طمنا على الفرقه زي ما حضراتكم شايفين النادي الاهلي وصل، ايضا نادي الزمالك وصل. المباراه اللي قبلينا 2-1 لطلائع الجيش، ولكن الشوط الرابع في تقدم نادي الاتحاد وغالبا هتروح على شوط خامس. خلينا نطلع لفاصل عشان نستقبل نجومنا الكبار في الاستوديو عشان نتكلم على المباراه فنيا، يمكن اكيد حضراتكم محتاجين تعرفوا هنبتدي ازاي، طرق اللعب ان شاء الله، التحليل الفني للمباراه.
هيكون معايا كابتن ممدوح اسماعيل والكابتن عصام معوض، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيوفي اللي مشرفيني في الاستوديو، الكابتن ممدوح اسماعيل نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، وايضا عضو لجنه انتقاء المواهب في النادي الاهلي الحالي. اهلا بك يا كابتن ممدوح، منور قناه الاهلي. اهلا بك كابتن عيسى. برحب طبعا بنجم منتخب مصر والنادي الزمالك بقى ونادي الشمس السابق، واحد اللاعبين الاوائل او يمكن اول لاعب احترف في فرنسا، الكابتن عصام معوض. اهلا بك يا كابتن عصام. اهلا وسهلا كابتن، منور قناه النادي الاهلي وسعداء بحضرتكم وكابتن ممدوح. يعني يمكن ابتدي معاك يا كابتن ممدوح، مباراه النهارده الناس محتاجه تطمن فنيا، محتاجه تعرف الفرقه شكلها ايه، هل في ممكن اكيد مجموعه من الساده المشاهدين ما اتفرجوش على ماتش امبارح، كلمنا عن الفرقه بشكلها. بسم الله الرحمن الرحيم. نتمنى طبعا الفوز النهارده النادي الاهلي ويحصل على كاس مصر البطوله الرابعه على التوالي، وفي نفس الوقت اللقب رقم 22 في تاريخ النادي الاهلي حصوله على كاس مصر. بطمن الجماهير النهارده اللعيبه جاهزه، عملوا ماتش كويس امبارح، عبد الله عبد السلام ادى دور كبير جدا في ماتش الاتحاد، رغم ان فرقه الاتحاد الحمد لله عامله موسم كبير جدا، محقق خامس دوري، وفي نفس الوقت كسبانه سموحه اللي كان تملي، كان سموحه طالع تاني افريقيا وكان تالت في بطولات كتيره خلال الاربع خمس سنوات الماضيين. نادي الاتحاد نادي كبير، النادي الاهلي خبرات اللعيبه اكبر، فالحمد لله كسبنا امبارح 3-0، والنهارده ان شاء الله ربنا كريم لو اللعيبه ادت بمستواها العادي هيبقى الماتش النهارده ان شاء الله 3-0 ان شاء الله. كابتن عصام اجي لحضرتك، اكيد نادي الزمالك عنده دوافع كبيره النهارده، يمكن تختلف عن الدوري، الدوري بيبقى الامور عارف بيبقى ممكن عوض، بيبقى ممكن تبقى في حاله مثلا نفسيه مش جاهز، انما النهارده نادي الزمالك خلص اخر بطوله في الموسم، ويعني تسيد كامل نادي الاهلي طول الموسم، شايف النهارده الدوافع دي كافيه نادي الزمالك يقدر يعمل مباراه جيده غير مباراتين الدوري؟ اعتقد ان الزمالك النهارده هيلعب بكل قوته عشان يحاول يحقق حاجه كويسه السنه دي، لان هو في بطوله افريقيا ما قدرش ان هو يحصل على اللقب، طلع مركز ثاني في الدوري العام برضو مركز ثاني، خسر مباراتين من الاهلي، فاعتقد ان هم عندهم كل الدوافع ان هم يعملوا ماتش كويس ويلعبوا على المكسب. حتى في غياب المحترف يا كابتن، حتى في غياب المحترف في لعيبه كتيره قوي قاعده على الدكه كويسين قوي، ممكن يستفيد منهم كابتن اللقاني ان هو يغير في اي وقت في المباراه، ممكن يعملوا فارق، لكن تتوقف على البدايه، البدايه هتبقى تفرق قوي، لو الاهلي بدا جامد وضغط على الزمالك متهيألي هيبقى صعب، لكن لو ادى للزمالك فرصه ان هو يلعب متهيألي الزمالك عنده من اللعيبه الكويسين ان هو يقدر يقف قدام الاهلي ويحقق حاجه. من وجهه نظر حضرتك كابتن عصام برضو، يعني حضرتك يعني كنت مدير فني نادي الشمس، يعني لسه يعني سايبهم من حاجه بسيطه، يعني انت جوه الفيلد وشايف يعني نادي الزمالك ايه الاسلحه النهارده اللي يقدر بيها يقف قدام الطوفان الاهلاوي النهارده؟ هي صعبه لان الاهلي عنده ما شاء الله عنده يعني سته اساسي كويسين جدا وسته احتياطي كويسين جدا وسته كمان كويسين جدا، وبيعتمد على الناشئين، بيطلع من الناشئين يفرغهم في الفريق الدرجه الاولى. الزمالك بالنسبه للاهلي في المقارنه ديت لا، الاهلي احسن بكتير. فكل شيء بيبقى صعب لما يكون بنلعب قدام فرقه زي النادي الاهلي، لكن ما ننكرش ان ممكن في ماتش يبقى الحظ معايا والدنيا ماشيه معايا واخد ثقه من الاول والعب. يعني حضرتك بتقول ان البدايه مهمه، يا البدايه أكيد. هتبقى يعني اول شوط بيبقى مهم، يا اما بتضغط يا بدايه والاهلي هيتسيد، يا الزمالك ممكن يركب في الماتش وينافس الاهلي، يا اما هيستسلم خلاص خلينا ننتظر بدايات كلها نص ساعه وهنرى يا رب يبقى ماتش حلو بس أكيد من الاثنين، لان دول هم قوام المنتخب طبعًا. القومي، ونتمنى ان يبقى مباراه حلوه يعني تليق بالاسمين بالكره الطائره المصريه. اكيد رب. اكيد ان شاء الله. كابتن ممدوح اجي لحضرتك، يمكن امبارح عبد الله عبد السلام عمل مطلوب منه في المباراه، عمل انه فوق اللعيبه كلها امبارح، شفنا ان عبد الله مركز، مش هو كان حاسس ان هنكسب بس عايز يعني يطمن على سعيد ويديله الثقه، يطمن على عبد الله، يطمن على احمد صلاح ويديله الثقه، يطمن على عبو دولا، كل اللعيبه، بحيث ان نروح النهارده كل اللعيبه فايقه. شايف ده نجاح من عبد الله عبد السلام؟ هو خبره النهارده عبد الله بقت كبيره جدا، يعني عبد الله نضج خبره كبيره، بقى له سنين احترف في نادي تيرفيزو في ايطاليا، وكان نجم الكاس اللي حققه مع نادي تيرفيزو، رجع مصر النادي الاهلي
معتمد عليه اعتماد كلي، وما راح نادي الجيش فرق مع نادي الجيش هو احمد صحيح. صلاح وحقق بطولات، فهنا بقت رمانه الملعب هو عبد الله عبد السلام. عبد الله عبد السلام عامل زي المايسترو بتاع الفئه الموسيقيه اللي بيقدر يطلع لحن يعزف فيه احلى الالحان. امبارح ابدع، امبارح شغل كل الناس زي ما حضرتك تفضلت وقلت. اول ودي لقطات من الماتش امبارح يا كابتن اللي اتفرجنا عليه وتابعناه على شاشه قناه النادي الاهلي. عبد الله عمل الكوره زي ما اتفقنا امبارح، يمكن شرحناها ان عبد الله هو الكوره طلعت فوق دماغه في مركز واحد رفعها لاحمد صلاح، ودي كانت صعب جدا على المستوى العالمي لولا ان احمد صلاح بخبرته واحمد صلاح اشول. لسه كنت بتفق مع كابتن عصام معوض على الكوره دي بالذات وبنشرحها. هل في فرقه عالميه قدر بلاي ميكر يرفع كوره زي كده؟ لا، زي ما احنا قلنا كان لعيبه مركز ثلاثه كانوا بيخافوا اول ما عبد الله يخشوا يقول لهم خشوا كوره بيه اللي هي قدام المعد بمتر، فكانوا بيعتبروا ان هو بيوزع اللعيب ثلاثه عشان يوزع البلوك عشان يرفعها لاحمد صلاح. فاصبح هو داخل وما عندوش الدافع ان هو هيشوط. لا، امبارح عبد الله عملها، شوط لعيبه سته بين واحد وسته وبين خمسه وسته، اخترق فنتات ان شاء الله يطبقها النهارده ويصابع الكوره النهارده. برضو عنده القدره ان هو امتى يعلي الكوره صحيح وامتى يسرعها صحيح صحيح. خلينا نشوف النهارده، يعني عليه عامل كبير النهارده، بس خلينا نطلع فاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل مع حضراتكم تغطيتنا المستمره والمتميزه نهائي كاس مصر رجال الاهلي والزمالك، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما حضراتكم شفتم دي كانت اجواء المعسكر واللعيبه دلوقتي في الاوتيل، دي كانت منذ لحظات. خليني بس افكر حضراتكم النهارده ان شاء الله النهائي كاس مصر كره الطائره رجال موسم 2021 الاهلي والزمالك، المباراه ستقام على صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه. المفروض المباراه كانت تقام الساعه 6، ولكن نتيجه ان المباراه اللي قبلينا الثالث والرابع اللي هي نادي الاتحاد ونادي طلائع الجيش اتاخرت وطالت ودخلت تقريبا دلوقتي احنا في الشوط الثالث ورايحه تقريبا على رابع او خامس، فطبعا ممكن تطول فاحتمال مباراتنا تتاخر وهنتابعكم. الرابع 23 للاتحاد 23-21، يعني الاتحاد متقدم ورايح على شوط خامس كده هيبقى 2-2 لان طلائع الجيش متقدم 2-1، فالمباراه احتمال تروح لشوط خامس، فاذا يعني الفتره هتطول وبعد كده هينزل اللاعبين الاهلي والزمالك ياخدوا نص ساعه تسخين، فاذا ممكن المباراه تتاخر تبتدي 7 تقريبا. وفكر حضراتكم مش قادر يشوفنا على طبعا شاشتنا شاشه قناه النادي الاهلي، يقدر يتابعنا على الفيسبوك على بث مباشر، ابتدى بالفعل على صفحتنا على الفيسبوك وايضا على اليوتيوب شانل تقدروا تتابعونا. ان شاء الله دعواتنا النهارده النادي الاهلي بالفوز، اجي طبعا لضيوفي عشان نستعرض قوائم الجهاز الفني واللاعبين لكلا الفريقين. كابتن ممدوح استاذن حضرتك نستعرض مع سيادتك قائمه الجهاز الفني للنادي الاهلي، اتفضل يا كابتن ممدوح. بسم الله الرحمن الرحيم. الجهاز الفني لرجال الاهلي، كابتن محمد مسلحي مدير فني، كابتن تامر مجدي مدرب عام، كابتن محمود جمعه مدرب، الدكتور ايهاب فخر الدين طبيب، الدكتور سامح صلام علاج طبيعي، الدكتور حسن عبد المجيد مخطط احمال، كابتن خالد ابو زينه مدير اداري، كابتن ايمن علي اداري، كابتن احمد سعيد محلل تقني، كابتن عبد الرحمن مكي مدلك، كابتن احمد رشاد مهمات. تمام، ده كان الجهاز الفني لطائره رجال الاهلي. استاذ كابتن عصام نستعرض الجهاز الفني لطائره رجال الزمالك، اتفضل يا كابتن. الجهاز الفني لطائره رجال الزمالك، كابتن محمد اللقاني مدير فني، كابتن هشام قطب مدرب عام، كابتن وليد ابو العيله مساعد مدرب، احمد شعلان مدير اداري، الدكتور احمد سعودي طبيب، الدكتور هشام وهب علاج طبيعي وتاهيل اصابات، شريف السادات مخطط احمال، هاني سمير محلل تقني واحصائي، حاتم انديه الاخصائي تدليك، سعيد ابو العيله مهمات. تمام، وطبعا احنا عرفنا ان كابتن محمد اللقاني تولى مسؤوليه المنتخب مصر. صحيح، اكيد يعني بنبارك له وبنقول له يعني ربنا يعينه ان شاء الله. هو
كابتن حمد اللقاني مجتهد جدا، وكل مكان مسك فيه ساب بصمه كبيره قوي فيه، سواء في المكان بيمرن في الامارات ولا لما رجع مصر ولا مسك منتخب مصر. فاتمنى له يا رب كل التوفيق في حياته الجايه. اكيد بنتمنى التوفيق لمنتخب مصر يا رب. وزي ما حضراتكم شايفين يعني هنروح بقى، او زي ما متعودنا مع حضراتكم هنروح، طبعا ده الاحماء مباشر من ارض الملعب. يمكن فريق النادي الاهلي ابتدى طبعا بدا احماء، ويمكن مش الاحماء، بدا الاطالات، الاسترتشات اللعيبه بتبتديها ما بتحتاجش مجهود، بس بيبقى جاهز على التسخين اكتر. بس اتوقع ان احنا لو رحنا على شوط خامس يعني ممكن المباراه بعد 45 شوط خامس، خلاص 2-2 يا كباتن الاتحاد وطلاء الجيش، شوط خامس بيتهيألي يعني ممكن الشوط اللي بياخد تلت ساعه مثلا ممكن نبتدي على الساعه 7 او 7 ل 10 ان شاء الله. طب كابتن ممدوح، اجل حضرتك نستعرض قائمه طائره رجال الاهلي، اتفضل يا كابتن ممدوح. قائمه طائره رجال الاهلي، كابتن عبد الله عبد السلام رقم 2 صانع العاب، كابتن عبد الحليم عبو رقم 3 ضارب من مركز 3، كابتن احمد صلاح رقم 4 ضارب من مركز 2، كابتن عبد الرحمن سعودي رقم 5 ضارب من مركز 3، كازيمير جوزيف رقم 6 ضارب من مركز 3، كابتن محمود رؤوف رقم 7 ضارب من مركز 4، عبد الرحمن الحسيني رقم 8 ضارب من مركز 4، كابتن محمد معوض رقم 9 ليبرو، كابتن محمد عادل رقم 10 ضارب من مركز 3، كابتن احمد عبد العال رقم 11 ضارب من مركز 4، كابتن حسام يوسف رقم 12 صانع العاب، ريموند سوزيتو رقم 13 ضارب من مركز 4، كابتن احمد قطب رقم 15 ضارب من مركز 2، كابتن محمد رمضان رقم 17 ليبرو، كابتن احمد سعيد رقم 18 ضارب من مركز 4. تمام، واحب اوضح لحضراتكم يعني طبعا محمد معوض ليبرو الفريق هو نجل طبعا كابتن عصام معوض اللي مشرفنا في الاستوديو. والجميل طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان كابتن عصام، وانا وضحت في البدايه، طبعا نجم نادي الزمالك السابق ونادي الشمس، ولكن محمد طبعا بيلعب في النادي الاهلي ومتالق، والليبرو الاساسي الحقيقه في النادي الاهلي، و يعني من احد اللاعبين المؤثرين جدا جدا. كابتن يعني في اخبار كمان عندنا، معرفش حضرتك يعني، احنا عرفنا ان محمود رؤوف اعلن النهارده اعتزاله او خلاص هيكون اخر مباراه ليه مع النادي الاهلي، ونفس الكلام بالنسبه لعبد اللطيف عثمان، بس هو ما اعلنش اعتزاله لسه، هو ما قررش هيعمل ايه خطوته الجايه. الكلام ده صح يا كابتن؟ هو الخبر ده قريته على صفحه كابتن محمود رؤوف النهارده الصبح. لو هو فعلا ده قراره ودي الحقيقه، محمود من اللعيبه المؤدبين جدا طبعا، وصاحب انجازات كبيره مع النادي الاهلي من وهو 4-5 سنين اتولد في الملعب. يمكن كان متنبئ له ان هو كان لسه ما طولش، فكانوا بيلعبوه في الناشئين ليبرو، فاول ما عنده 15 سنه طول مره واحده زي كابتن رؤوف عبد القادر استاذنا، اتحول لضارب ومن الضاربين الكويسين جدا، وكان في وقت من الاوقات ما بيطلعش من الملعب، بس طبعا مع السن ومع سنه الحياه طبعا، اكيد سنه أكيد الحياه طبعًا. هو كون ان هو يقرر ان هو يعتزل في توقيت وهو في قمه مجده هيبقى يعني قرار جميل أكيد جدا، اتمنى له طبعا كل التوفيق. ممكن تفكير لو في عروض اخرى ممكن يفكر فيها، دي قرار الشخص طبعا، ايا كان نتمنى له التوفيق. نتمنى له التوفيق طبعًا. ان شاء الله. وعبد اللطيف عثمان، كابتن عبد اللطيف عثمان نفس القصه مع كابتن ميدو، بيدخل ويدعم اللعيبه اللي هم المعارين كانوا السنه دي للانديه الاخرى عشان ياخدوا خبرات، مع الصفقات اللي جايه جديده للنادي الاهلي اللي هيعلن عليها الجهاز الفني، ويمكن برضه من ضمن الاخبار اللي اتعلنت. لا احنا مش عايزين نتكلم على الصفقات خالص، خلي النادي الاهلي هو اللي يعني الاول، ما فيش مشكله. احنا ده سياستنا حضرتك عارف، احنا عارفين وحضرتك عارف الاخبار، ولكن الصفقات دايما ابدا بننتظر النادي الاهلي يعلن، وبعد كده احنا نعلن كبرنامج الابطال ان شاء الله. ان شاء الله. فهو طبعا يعني اكيد نتمنى لهم الخير، ونتمنى احنا طبعا في اخبار برضو ان كازيمير لسه جورجيف، سمعنا انه جاي له عقد في فرنسا مع بطل فرنسا، الكلام ده مظبوط برضو يا كابتن؟ دي حقيقه. هو لاعب كويس واثبت نفسه، يمكن كان في مشكله في اختيار المحترفين على مستوى مصر في اغلبيه الانديه. النهارده الاثنين المحترفين لعيبه النادي الاهلي اثبتوا نفسهم، يمكن في الماتش الاخراني بتاع الاهلي والزمالك كانوا مميزين جدا، وكانوا من ضمن الناس اللي هم كان لهم بصمه في المباراه. نتمنى النهارده تكون نفس البصمه ونفس الروح، علشان فعلا لما شافوه بيلعب كده مع النادي الاهلي، الولد جاله عقد الاحتراف فرنسا، بطل فرنسا، اسمها الدوري القوي يعني. فرنسا، يمكن دام جه موضوع فرنسا اذكر
كابتن نجم الكبير كابتن عصام معوض، اللي هو كان في وقتنا ان هو كنا بنعمل له خطه مخصوصه لما بيجي النادي الاهلي ونادي الزمالك وكابتن عصام بيلعب قدامنا، هو راجل بيشوط الكوره من عالي وبيفرد دراعه، بنعمل له طريقه ديفنس مخصوصه، تلحقت الصد اطول اثنين في الملعب يروحوا له، وكان بيشوط من فوقنا برضه، فكان الملعب بالنسبه له مفتوحه، ودي مشكله لاي فرقه لو لعيب بيشوط الكوره من عالي طبيعي ان هو اي فرقه بتعمل البلوك حق الدفاع اول والديفنس حق الدفاع تاني، انما كابتن عصام معوض ملوش دفاع اول، فاصبح الملعب مكشوف من قدامه، فاصبح كان بيجيب النقطه وكان ايده تقيله. لا هو كمان قبل كده كمان خلق كان كابتن عصام الحقيقه، كابتن عصام يعني الناس اللي يعني اوضحه الحقيقه هو منورنا النهارده بامانه يا كابتن، والله هو شرفت بوجودي معاك. لا والله ده شرف لينا يا كابتن. كابتن عصام زميل ملاعب من مرحله الناشئين، يمكن سافرنا امريكا في بطوله العالم للناشئين في كولورادو سبرينجز، ودي يمكن اول بطوله 81 سنه 81 طلعنا مع بعض، اتدرجنا في منتخب مع بعض، بس هو كابتن عصام سافر مع الفريق الاول في اولمبياد لوس انجلوس. شاركت في اولمبياد لوس انجلوس دي حقيقه. وكان عاصر النجوم الكبار زي كابتن محمود فرج واحمد زكريا وهاب فخر الدين وجابر عبد العاطي وعبد الحميد الوسيمي، جيل احنا كنا بنتعلم منه. فلما دخلنا في وسط الجيل ده لعب في بطوله افريقيا اللي هي اتاهلنا بيها الاولمبياد اللي هي كانت موجوده في بورسعيد، اللي هي كانت انطلاقه للكره الطايره المصريه سنة للعالميه 83 سنه 83. وكمان يا كابتن حضرتك اول لاعب مصري احترف في فرنسا صحيح؟ احترفت كان سنه كام يا كابتن؟ 87 87 احترفت في نادي ايه يا كابتن؟ رحت باريس سان جيرمان اول ثلاث سنين، نادي كبير اسمه. وبعد كده رحت نادي تور فولي بول قعدت كملت فيه بقى 14 سنه. وانا عرفت ان محمد معوض ليبرو الفريق النادي الاهلي ابن حضرتك اتولد في فرنسا. معايا صح؟ كلنا معانا الجنسيه. ومحمد وساره، عندي بنتي برضه ساره لعيبه فولي برضه في نادي الشمس، وكلنا معانا الجنسيه الحمد لله. يعني قعدت 14 سنه يلعب في فرنسا، فده يدل يا كابتن ان كابتن عصام يعني الحقيقه يعني موهبه فذه. يعني هو طبعا كابتن عصام من رموز الكره الطايره المصريه، اللي هو شرفنا احترافا بره ومحليا، وسافر معانا كنا في كاس العالم في فرنسا وفي اليابان وخبر حياتك ودوره الالعاب الافريقيه، تاريخ كبير في المنتخب مع كابتن عصام. الواقعة اللي كمان عايز احكيها كابتن، انا قبل ما تحكي الواقعة بس بقول للساده المشاهدين، مباراة الاتحاد وطلائع الجيش في الشوط الخامس 4-2 للاتحاد، بس ده مش دليل انها راح الاتحاد، بس هو 4-3 زي ما لسه بنقول اهو 4-3 دلوقتي، فالدنيا يعني هتبدا تتارجح هتتارجح. بالتوفيق يعني للفريقين ان شاء الله. ودي اللوحه يا كابتن من ارض الملعب 4-3، ونتيجه الاصوات زي ما حضراتكم شايفين لحظه بلحظه التغطيه. انا بشكر طبعا زملائي في ارض الملعب وزملائي في الكنترول الحقيقه، التغطيه اللي بيتفرج علينا ان شاء الله نحاول نوفر لكم كل المعلومات اللي انتم عايزينها. اتفضل يا كابتن، قطعت حضرتك الواقعه اللي كنت حضرتك الواقعه اللي كنت عايز احكيها، ان كابتن محمد معوض زي ما حضرتك تفضلت وقلت، وكابتن عصام قال ان هو اتولد في فرنسا وتربى في فرنسا وتربيه راقيه جدا. اما رجع خلاص نهى عقده كابتن عصام، فكان الولد محتار بين نادي الشمس وبين النادي الاهلي وبين نادي بتروجيت. كان النادي الاهلي كان عبد الله راجع من نادي تلفيزو، ومحمد معوض كان في فاضل مكان واحد، وكان ساعتها كابتن نور عطيه اللي ماسك الفريق الاول، فعرض على كابتن عبد الله وكابتن محمد معوض مع كان ساعتها كابتن شريف كمان الشمالي ماسك منتخب مصر. فهو كابتن شريف كلمني، كنت انا ساعتها ماسك بتروجيت، كان نفسي اخد الاثنين معايا، لان انا كنت في الوقت دوت بنافس النادي الاهلي على البطوله، وفي نفس الوقت كنت كسبت نادي الزمالك في الموسم ده ثلاث مرات، وكنت كسبت نادي الجيش كان ساعتها كابتن فؤاد عبد السلام. هو 2013 او 2012؟ لا 2008 2009 موسم 2008 2009 تمام. فكلمت كابتن عصام وعرضت عليه ان هو ينضم محمد لبتروجيت، فطبعا هو فضل النادي الاهلي لان النادي الاهلي بيجري في دمنا، وطبعا بنام راح بيتنا فما اعتقدتش. فكان نفسي الاثنين يبقوا معايا، كنت عايز اخش بيهم بطوله افريقيا وانافس بيهم على البطوله، انما طبعا عبد الله ومحمد معوض من اساطير النادي الاهلي يعني. طبعا طبعا يا كابتن، وحضرتك منورنا يا كابتن عصام حقيقه، وحاجه جميله وتاريخ مشرف لاي لاعب مصري يعني الحقيقه. وصار يعني بتروح على باريس سان جيرمان واثنين بعد كده على فئه تقعد 14 سنه تور فرنسا، خدنا كاس اوروبا، كاس اوروبا كمان يعني، انت حصل على كاس اوروبا كمان مع كان مع فريق يا كابتن تور فولي بول، تور فولي بول خدت بطوله اللي هو كان بيلعب معايا كمان اليكنو فلاديمير دوت، اللي هو كان مدرب منتخب روسيا اللي خد الاولمبيات، هو دلوقتي ماسك منتخب
ايران. ده لعب مع حضرتك؟ اه. حضرتك لسه هتواصل معاه يا كابتن عصام؟ لا والله قليل، بس يعني لما نكتب على الفيس في حاجه بنكتب لبعض، نبارك لبعض في كده. هو كان عنده مشكله في القلب كتبت له طبعا. فهم ناس كويسه قوي، بيحفظوا قوي العشره، وفي اي فرصه ممكن ان هو يتواصل معاك بيتواصل. بس حضرتك تاريخ كبير ومشرف، وحضرتك منورنا الحقيقه، وبتثري الاستوديو التحليلي النهارده. طب كابتن استاذ، حضرتك يعني نستعرض مع بعض قائمه نادي الزمالك، وبرده بعد ما تستعرض القائمه لو حضرتك ليك تعليق على القائمه طبعا يشرفنا. اتفضل. انا بس احب اشكر كابتن ممدوح على الكلام الحلو اللي قاله ده، كتير قوي عليا، وبشكره. هو طبعا اخ وزميل عزيز، وزي ما قال من واحنا صغيرين مع بعض الحاد ما لعبنا في منتخب مصر الاول يعني. لا يا كابتن، ده مشكور يعني على كل الكلام الجميل ده، حق حضرتك، وحضرتك منورنا ومشرفنا النهارده في قناه النادي الاهلي. اتفضل يا كابتن. قائمه طائره رجال الزمالك، احمد فتحي رقم واحد، هو صانع العاب وهو البلاي ميكر الاساسي. محمد عبد السميع السيسي رقم اثنين، هو صانع العاب. اشرف اللقاني ابن كابتن محمد اللقاني رقم ثلاثة، صانع العاب. محمد علي المهدي ده موقع، ده لاعب سنتر بلوك رقم أربعة. الكندي مش سافر خلاص للاسف، خلاص هو مش احنا بنكتبه لان هو واخد مكان من القائمه، فلازم نكتبه. هشام يسري ده لاعب مركز اثنين رقم سبعه، لاعب كويس قوي في منتخب مصر. رشاد شيب ده الخبره، لاعب رقم تسعه بيلعب المركز ثلاثه وبيلعب في منتخب مصر. محمد رضا عبد المجيد دوت الليبرو رقم 10. احمد يوسف عفيفي كابتن الفريق والخبره رقم 11. محمد عبد المنعم ربنا يشفيه لانه عمل عمليه في ركبته، عمليه تنظيف. محمد عبد المنعم طبعا غني عن التعريف، وكان كابتن نادي الزمالك وجي لعب في الاهلي فتره وحصل له رباط صليبي ولا زال ما تعافاش قوي. اتمنى له الشفاء اكيد. انسان جميل جدا واخلاقه عاليه قوي. محمد عبد المنعم رقم 13، بس هو مش هيتسجل لان هو عامل عمليه. سيف الدين حسن عابد رقم 14، ضارب المركز 2 و4. واحمد عبد العال الشهير بدرونكا رقم 15 ليبرو. محمد عبد المحسن رقم 16 ده ضارب من مركز 3. رضا هيكل ده الكيلر بتاعهم زي الكابتن احمد صلاح في الاهلي رقم 17 ضارب من مركز 2. ومصطفى ابراهيم ده دبشه لاعب مركز 4 رقم 19. احمد ضياء ده لاعب ده احط عليه علامه استفهام، ده رقم 23 ضارب من مركز 4 وكان بيلعب في منتخب مصر. محمد مجدي احمد 22 ضارب من مركز 3. احمد ضياء مش عارف ليه ما بيلعبش. احمد ضياء اللي كان في كاس العالم اللي بيتلعب في اليابان كان هو اللاعب الاساسي في منتخب مصر، وكان يعني لاعب هايل. كان استقبال، عنده استقبال وعنده سيرف سبايك وعنده ضرب من عالي ما بيشاركش. كابتن معلش انا هقطع حضرتك دلوقتي. نتيجه المباراه اللي قبلنا 10-6 للاتحاد السكندري، المباراة تقريبا رايحة للاتحاد بشكل كبير تقريبا يعني بس برضه لسه وارد كل شيء، بس هو تقريبا الاتحاد يمكن عشان عنده خبرات اكتر من طلائع الجيش يمكن قدر يحسب المباراة. اتفضل يا كابتن. كنا بنتكلم عن احمد ضياء. فانا مستغرب ان كابتن الاهلي ما بيشاركوش خالص. هل بقى لضعف مستواه او عدم ثقة شوية؟ بس اتمنى يعني ان هو ياخد فرصة ويلعب، لان هو لما لعب في منتخب مصر اثبت ان هو مستواه عالي جدا. لا هو النتيجة يا جماعة 8-8 ولا 10-6؟ 9-8 للجيش، اسف احنا قلنا النتيجه غلط. 9-9 هي على الشاشه ورانا، 9-8 لطلائع الجيش. خلاص يعني برضو لا يعني 9-9 دلوقتي 9-8 لسه. طيب. تتارجح برضو. تتارجح. انا شايف ان هو لغايه اخر نقطه مش هتعرف مين اللي هيكسب. بس الدوافع عند الاتحاد هيبقى اكتر. الدوافع وعندهم خبرات. يعني يمكن كابتن ابراهيم فخر الدين عمل فريق طلائع الجيش بنى شباب. طبعا. بس يمكن الاتحاد عنده خبرات ممكن تحسم اللقاء، بس برضه ما تقدرش تعرف يعني ممكن الشباب والفتنس يقع في الاخر. بس بيبقى في الدوافع يعني زي مثلا ماتش النهارده الزمالك والاهلي بالورقه والقلم الاهلي هيكسب ويكسب 3-0، لكن الدوافع عند نادي الزمالك اعلى بكتير من النادي الاهلي. يعني النهارده بيلعب على البطوله الرابعه لكن الزمالك عايز بطوله. بس اقول لحضرتك حاجه يا كابتن، يعني بحكم خبرتنا مع لعيبه النادي الاهلي دايما بيوجدوا الدوافع عندهم. يعني مش دافع يعني لعيبه النادي الاهلي سواء طبعا نجوم عبد الله عبد السلام او احمد صلاح او احمد سعيد او عدوله عبو، كل اللعيبه دول دائما ابدا بيدوروا على دافع. يعني احنا على الورق والقلم ممكن يكون دوافع نادي الزمالك اكبر، بس النادي الاهلي الفرقه دي او الجيل ده ما بيشبعش. نادي بطولات طبعا. نادي بطولات. لا يعني اللعيبه دي دائما ممكن احنا ما نبقاش شايفين دافعهم، ولكن بيبقى الدافع جواهم بيقفلوا اي بطوله. والثقه كمان. الثقه بالظبط. انا عارف مهما كان، يعني كان مشكلتنا دايما وانا بلعب مع الزمالك كنا دايما في الاهلي لو رحنا المباراه 3-2 يعني في مره مثلا كنا بنلعب مع النادي الاهلي في
كان ملعب اسمه الشجره في النادي الاسماعيليه. نادي الشجره. نادي الشجره. بنلعب كسبنا الاهلي 2-0 منهم جيم 15-0. دي عمرها ما حصلت في تاريخ الفولي بول ان فرقه تكسب 15-0. يعني فرقه زي الاهلي، الاهلي كان فريق قوي جدا، قوي جدا، اقوى مننا. بقى النتيجه اتقلبت بقى 3-2. خسرنا 3-2 بالرغم. خسرنا 3-2. فبتقول ان انت قصدك الاهلي روحه اعلى بكتير قوي. اعلى بكتير قوي. فالروح بتفرق جامد. ودي لقطات يا كابتن زي ما حضراتكم شايفين من مباراه الاهلي والزمالك اللي فاتت اللي هي كانت في الدوري، وده احمد سعيد وريموند. يعني حضرتك بتقول ان الثقه برضو بتفرق يعني. طبعًا اكيد. اكيد الثقه طبعا. لما اكون انا بطل وعارف ان انا هكسب فما بتهزش خلال المباراه، بقدر اقف على رجليا وارجع تاني واكسب. صحيح. فدي مهمه طبعا للاعب ان هو يحس ان هو هيرجع في اي وقت. طيب بص يا كابتن، دلوقتي 11-9 للجيش، بتهيألي برضه شوف ترجحي. الاتحاد تقدم يا كابتن ممدوح لاخر نقطه في المباراه. هيفضل الماتش متعلق. استقباله وحشه. بلوك. سيرف اوت. بالظبط. سيرف اوت. الدنيا سيرف في الشبكه. الدنيا بتتغير خالص. طيب ممكن نستعرض مع الساده المشاهدين برضه زي ما قلت في البدايه، بس خلينا نستعرض معاكم مشوار الاهلي في كاس مصر لرجال الكره الطائره. وخلينا كابتن ممدوح يقول لنا المشوار كان شكله ايه. اتفضل يا كابتن ممدوح. طبعا النادي الاهلي بدا من الدور ال 32 بالفوز على نادي الشرقيه للدخان بنتيجه 3-0. جه في دور ال 16 الفوز على نادي الطيران 3-0. جه في دور ال 8 الفوز على نادي الترسانه 3-0. في النصف النهائي الفوز على نادي الاتحاد السكندري، ووصل للنهائي اللي هيقابل النهارده ان شاء الله نادي الزمالك. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. واكيد برضو مشوار نادي الزمالك ما كانش يعني صعب، يعني ما كانش فيه مباريات كتيره صعبه. يمكن نستعرض برضو المشوار مع كابتن عصام. اتفضل يا كابتن عصام. هو في الدور ال 32 قابل نادي سبورتنج وفاز عليه 3-0. وفي الدور ال 16 فاز على ديلفي 3-0. دور ال 8 فاز على الفيوم 3-0. ونص النهائي فاز على طلائع الجيش بنتيجه 3-1. وده كان امبارح. جوله كان امبارح. كانت امبارح. خليني برضو استعرض مع حضراتكم مواجهات الاهلي والزمالك الموسم ده. يمكن تقابلوا مرتين، المره الاولى كانت في الدور الاول وفاز الاهلي 3-0، والدور الثاني فاز ايضا الاهلي 3-0. وزي ما قلت لحضراتكم في البدايه المباراتين كانوا في ضغوط نفسيه رهيبه على فريق النادي الاهلي، لانه كان بيخسر قبلها مباراه، فكان بيروح على مباراه نادي الزمالك لو لا قدر الله كان خسر كان بيبقى الدوري حسم تقريبا خلاص. يعني الماتشين اللي اتلعبوا مع الاهلي والزمالك في الدوري كانت مباراه كؤوس وليست مباراه دوري. يعني كان فيها الاهلي لو خسر بالنسبه للنادي الاهلي، طبعا لو كان الاهلي خسر كان الدوري راح منه، ونفس الكلام الزمالك العكس، كان الزمالك ممكن لو خسر يقدر يعوض. 13-9 المباراه اللي قبلينا دلوقتي ليه لطلائع الجيش كده خلص كده. بتهيألي خلاص يا كابتن، بتهيألي كده 4 نقط كتير. اكيد نبارك لكابتن طبعا ابراهيم فخ الدين، بس لما تحسم برده لسه نقطتين محدش عارف حاجه. طب كابتن ممدوح، يعني خلينا برده نرجع لمباراه النهارده. اكيد في مفاتيح لعب للفرقتين، وزي ما حضرتك عودتنا طبعا الماتش اهو من الهواء يا كابتن. يمكن خلونا النقطتين الاخرتين دول 13-10، خلونا النقطتين دول معانا نتفرج عليهم. يعني برضو للساده المشاهدين نحطهم في اجواء الاثاره للكره الطائره. يعني يا كابتن ممدوح بتهيالي يعني، والسيرف مع الاتحاد بتهيالي ولا لا؟ ده الجيش. ده الجيش. دي نقطه ليه؟ نقطه نزلت اهي بقى 14 14-10. نقطه تفصل طلائع الجيش. هو اللي لابس ابيض طلائع الجيش، نادي طلائع الجيش الاتحاد اخضر. الاتحاد اخضر بتهيالي كده صعب، والسيرف هيبقى مع الجيش. مع الجيش. تهيألي كده يعني الدنيا حتى لو خسر النقطه دي هياخد هيكسب هيبقى يستقبل ويهاجم. هيستقبل ويهاجم. واستقبال وحش من الاتحاد. خلاص عدت الكره سهله. هتخلص الكره دي بتهيألي. اوت. لا لسه برضو استقبال من طلائع الجيش. دي الاوت اوف سيستم. لا دي اوت اوف سيستم ونط مش مظبوط. الاتحاد خدها. بتهيألي زي ما حضرتك قلت يا كابتن عصام هيبقى الهجوم لصالح نادي طلائع الجيش. لو استقبل حلو بتهيألي هيخلص. يعني سريع معاه من اثنين، معاه من اربعه، بس الاتحاد برضه عامل فرقه كويسه. كتر خيره يوصل خامس دوري. خامس دوري قبل النهائي طبعا. يعني بامانه الاتحاد يعني شابوه السنه دي في الكره الطائره. عامل بصراحه في تغييرات اتعملت اهي، يمكن بيعلي الاستقبال شويه كابتن ابراهيم فخر الدين ولا ايه، ولا احنا مش شايفين بالظبط اللي نزل واللي خرج. لانه اكيد طبعا هو بالنسبه استقبال الكره دي مهم جدا. نزل ضريب من اربعه. يعني 14-9 مش 14-1، لان في سيجمنت يعني فاصله في الشاشه. ف 14-10 14-10 دول صعب. 14-11 لان في سيجمنت ضايعه كده في اللوحه. استقبال جيد. هي خلص يا كابتن كده لسه؟ لا لسه. الناحيه الثانيه اوت. اوت. خلاص كده طلائع الجيش. مبروك لطلائع الجيش. 15-11 هو كان استقبال بس عدى الملعب الثاني فطلع خطا صعب شويه، بس 15-11 الف مبروك طلائع الجيش المركز الثالث. يعني فريق شاب يا كابتن
وياخد ال هو مبروك طبعا لطلائع الجيش ومبروك لنادي الاتحاد ان هم وصلوا للمربع الذهبي في كاس مصر وواصلين لترتيب مركز خامس في الدوري. موسم قايم لنادي الاتحاد وموسم بالنسبه لطلائع الجيش كان الحصان الاسود ان هو بيكون فرقه جديده اغلبيتها من الشباب بيلعب بطريقه سيستم تسريع الملعب بيعلم البلاي ميكر ازاي يسرع الملعب عشان يهرب من البلوكات زي ما النهارده البلوكات مهمه جدا في ماتش الاهلي والزمالك. الفرقه اللي هتقدر توقف مفاتيح الملعب هي الفرقه اللي هيكون ليها الرياده ان هو يحقق سكور اعلى من الفرقه الثانيه. يبقى هو مفتاح الماتش النهارده بلوكات بلوك مع سيرف. فنادي الزمالك في الماتشين زي ما حضرتك تفضلت الماتش الاخراني بالذات اللي هو كان في نهائي الدوري كان بيلعبوا ارسالات قويه جدا نادي الزمالك فقدر النادي الاهلي في البدايه كانت الدنيا ماشيه ايكوال انما خبره لعيبه النادي الاهلي حسمت المباراه وكانت نهت الماتش لصالحهم. هل النهارده ان شاء الله نقدر نحقق طبعا زي ما حضرتك شايف ده خلاص لعيبه الاهلي والزمالك نزلوا ارض الملعب وبداوا الاحماء بقى من حركه وطبعا واضحه الصوره يعني نادي الزمالك في الشمال نادي الاهلي في اليمين بتهيألي نص ساعه ان شاء الله ويمكن اقل بتهيألي يعني نص ساعه 25 دقيقه او نص ساعه وهتنطلق المباراه وان شاء الله يبقى نتمنى التوفيق كله طبعا للنادي الاهلي. اتفضل يا كابتن انا اسف قطعت حضرتك. فزي ما اتفقنا ان هو مفتاح الملعب النهارده ارسالات على لاعب مركز اربعه او حسب المحلل التقني النهارده ما يقول له اضعف استقبال مين وطبعا هم عملوا الكلام ده في المحاضرات اللي هي قبل الماتش ولما اتفرجوا امبارح على ماتش الزمالك ونادي الجيش ومن قبل كده لعبوا مع نادي الزمالك فحافظين مين النهارده اللي نسبته اقل في الاستقبال فهيحصل تركيز من لاعبتنا. امبارح كان في نسبه ارسالات ضايعه من نادي الاهلي طبعا الكلام ده انا عارف ان هم بيلعبوا ارسالات كتمرين انما في ماتش النهارده الدنيا هتختلف هيبقى في تركيز اعلى من اللعيبه هيستغل نقط الضعف عند نادي الزمالك هيستغل ان البلاي ميكر هناك مش طويل يقدر يلعب عبد الله عبد السلام صحيح. من فوق دماغه فهو طب خلينا يا كابتن بعد اذن حضرتك استاذنك نطلع لارض الملعب معانا كريم احمد وسالة حامد من ارض الملعب عشان يقولوا لنا الاجواء والدنيا ماشيه ازاي. اتفضل يا كريم. بجدد طبعا تحيه لك من جديد يا كابتن هيثم سعيد طبعا كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي وبرحب اكيد بزميلتي سلا. مباراه مهمه جدا زي ما اكدنا يا كابتن هيثم طبعا ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. استعدادات كانت قويه جدا الحقيقه لهذا الموسم سواء بطوله الدوري العام وبطوله الكاس لكن يا رب ان شاء الله بينقصنا بس التوفيق يكون معانا النهارده في المباراه مع التحضير الجيد جدا لفريق النادي الاهلي. ان شاء الله المباراه تكون بنصيب النادي الاهلي. برحب بك يا سلا. اكيد طبعا برحب بيك يا كريم وبرحب بكابتن هيثم وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان واكيد بضيوفه الكرام في الاستوديو. وفعلا يا كريم زي ما انت قلت وطبعا كابتن هيثم احنا طبعا متواجدين هنا كابتن هيثم عشان ننقل كل الكواليس وطبعا اخر استعدادات النادي الاهلي سواء النادي الاهلي او طبعا نادي الزمالك من ارض يعني صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه. ويمكن دي يا كريم طبعا ثالث مواجهه ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك الموسم ده. يمكن طبعا خليني افكر الساده المشاهدين ان النادي الاهلي واجه نادي الزمالك في الدور الاول من بطوله الدوري وانتهى اللقاء بفوز النادي الاهلي بثلاث اشواط مقابل لا شيء. كمان يمكن نتقابله كمان في البطوله اللي طبعا كلنا شفناها والمباراه اللي كلنا شفناها في الدور الثاني من بطوله الدوري واللي انتهت بفوز النادي الاهلي وتتويجه بلقب بطوله الدوري. ودي ثالث مواجهه النهارده يا كريم نهائي كاس مصر على صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه. يمكن كمان يا كابتن هيثم زي ما ذكرت صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه الحقيقه حابين نشيد طبعا بالمسؤولين هنا على التنظيم الرائع وكمان الاتحاد المصري للكره الطايره طبعا برئاسه الدكتور سامي حمدي اللي يمكن كان عنده اصرار كبير ان تنتهي كل البطولات في ميعادها رغم الكورونا ورغم الظروف الصعبه الحقيقه يمكن اللي مرت على كل الفرق. لكن بنحيي اكيد الاتحاد المصري بشكل كبير جدا مع مسؤول وزاره الداخليه مع مديريه امن الاسماعيليه الحقيقه اللي بتقوم بدور كبير جدا واستقبال عدد كبير من المباريات. ده امر مهم جدا وحابين ان احنا نتكلم عليه كابتن هيثم. كمان الحضور النهارده كان حضور مميز جدا منتظرين زي ما قلنا يمكن معالي وزير عامر فاروق متواجد منتظرين بقى اعضاء مجلس الاداره يكونوا متواجدين. لكن الجو العام يا سلا الحقيقه جو مميز جدا وكمان يمكن لعيبه النادي الاهلي مستعده لهذه المباراه واحنا عندنا طموح وعندنا امل كبير ان احنا كل بطوله تكون معانا للسعاده كتنزيل النادي الاهلي. ويمكن انت كمان عندك بعض المعلومات الخاصه بفريق النادي الاهلي. بفعل يا كريم زي ما انت بتقول يمكن المباراه النهارده يعني بتمثل اهميه كبيره جدا بالنسبه للاعبي النادي الاهلي وكمان لاعبي نادي الزمالك. يمكن طبعا خليني اقول لكابتن هيثم ولكل مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي انه كابتن ميدو مسلحي يمكن قرر انه لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني كلهم يدخلوا في معسكر مغلق بدايه من يوم الثلاث اللي فات طبعا عشان اللعيبه تبقى في حاله من التركيز الكامل قبل المباراتين دول. طبعا مباراتين مهمين جدا مباراه الاتحاد ومباراه
طبعا الزمالك النهارده نهائي بطوله كاس مصر. يمكن كمان امبارح بعد المباراه مباشره يا كريم بعد مباراه الاتحاد السكندري يمكن عقد يعني طبعا كابتن هيثم محاضره وجلسه مع اللعيبه، وكمان النهارده الصبح بعد وجبه الافطار عقد برده محاضره وجلسه مع اللعيبه. يمكن من خلال الجلسه دي يا كريم كان يعني بياكد على الالتزام بكل التعليمات وتركيز شديد خلال المباراه طبعا عشان لاعبي النادي الاهلي يظهروا زي ما معودنا الماسترز ان هم بيظهروا باداء طبعا متميز واداء قوي في المباراه. كمان خليني طبعا اقول لك يا كريم واقول لكابتن هيثم انه لاعبي نادي الزمالك عندهم دافع قوي جدا، ويمكن هم كمان عايزين يثبتوا وجودهم داخل الملعب وان هم يفوزوا بلقب كاس مصر طبعا، بالذات بعد ما النادي الاهلي توج بلقب بطوله الدوري على حساب نادي الزمالك طبعا في ختام الدوري كلنا المباراه طبعا اللي شفناها. ولكن لاعبي النادي الاهلي يعني رجال ان شاء الله، الماسترز دايما هم بيكونوا مصدر فرحه النادي الاهلي، هيفرحونا النهارده وطبعا يحققوا الفوز على نادي الزمالك وباداء طبعا قوي دايما زي ما معودنا. يمكن دي طبعا يا كريم كانت كل الكواليس والامور بالنسبه للنادي الاهلي. كمان نادي الزمالك والمدير الفني نادي الزمالك طبعا كابتن محمد اللقاني يمكن هو كمان يعني عقد جلسه مع لاعبي نادي الزمالك، ويمكن برضه نبههم على بعض النقاط الضعف والقوه اللي عند النادي الاهلي، وكمان يعني طبعا نبههم على التركيز الشديد في المباراه عشان يفوزوا بلقب بطوله كاس مصر وطبعا يفرحوا جميع جماهير نادي الزمالك. يمكن دي طبعا يا كابتن هيثم وطبعا يا كريم كل الامور والكواليس هنا واستعدادات نادي الزمالك ونادي الاهلي قبل وبدايه مباراه اليوم نهائي كاس مصر من صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه. والان العوده مره اخرى الاستوديو، كلمه ليك يا كابتن هيثم، تفضل. كريم احمد وسلا حامد بشكركم شكرا جزيلا كالعاده، يعني زي ما عودتونا بتبقى التغطيه يعني شامله كل شيء وبتدونا كل التفاصيل في ارض ملعب كاننا الحقيقه قاعدين معاكم، بشكركم شكرا جزيلا. برجع لضيوفي كمان في الاستوديو كابتن ممدوح، يمكن باجي لحضرتك كنا بنتكلم عن طبعا اكيد نادي الزمالك النهارده هيحاول يضغط بالسيرف طبعا، وخاصه كابتن عصام قال ان نادي الزمالك ما عندوش حل ثاني، لازم يضغط بالسيرف عشان يخرج النادي الاهلي عن اللعب بنظام او بسيستم كما هو معه. طب مين ما عندنا في نادي الزمالك عنده سيرفات يقدر بيها يضغط على النادي الاهلي؟ عندنا اللاعب رضا هيكل، يمكن من اللاعبين المميزين جدا في مركز 2 في نادي الزمالك، ومعاه اللاعب هشام اويس لاعب منتخب مصر تحت 23 سنه في كاس العالم اللي فات، في المعد اللي بدا ياخد خبرات كبيره، احمد فتحي قصير المكير يمكن بيعوض الحاوي اشرف ابو الحسن، بس ما قدرش لحد وقتنا هذا ان هو يعوضه، لان بس يا كابتن خليني يعني ما اعرفش حضرتك تتفق معايا ولا لا، يعني يمكن صانع العاب لما بيكون طويل بيريح فرقته شويه طبعا، صح طبعا، يعني لما بيجي على الشبكه مبقاش نقطه ضعف في البلوك، مبقاش نقطه ضعف في البلوك. بيتهيألي برضو نادي الزمالك يمكن يعني صانع العاب مش بالطول، مش زي عبد الله عبد السلام مثلا، ما هو ده يرجع طبعا ان احنا عندنا اطول 2 صناع العاب في افريقيا عبد الله عبد السلام وحسام يوسف، وبالتالي احنا ما بنحملش هم حائط الصد عندهم سيرفات جامده كمان، عندهم سيرفات قويه عبد الله، عبد الله وحسام سيرفاتهم السبايك جامده جدا دي. طب الناحيه الثانيه في نادي الزمالك المعد او صانع العاب سيرف فلوتر عادي، سيرف فلوتر عادي مش زي عبد الله، مش طبعا مش زي عبد الله ولا حسام، ولا حسام طبعا. فدي نقطه، دي نقطه قوه عندنا الحمد لله طبعًا. دي حقيقه احنا لازم نستفيد منها. احنا النهارده بنقول ان عبد الله بيستغل نقطه الضعف اللي موجوده في نادي الزمالك اللي هي عدم طول البلاي ميكر، لازم بيوقف يدي لعيب 3-1 عشان يوقف السنتر بلوك، وبيشد كوة في مركز 4 يمكن كابتن عصام معوض لاعب مركز 4 يقدر يفيدنا، ان امكانيه لاعب 4 النهارده اهميته ايه في المباراه سواء في نادي الزمالك او في نادي الاهلي مدى توفيقهم. عندنا احمد سعيد وريموند، ريموند بيشوط من 6 واحمد سعيد فتى طائر، تحس ان هو بيشوط من 6 كانه من على الشبكه، ربنا يحكي حقيقي ما شاء الله. فدي مميزات عندنا مش موجوده عند لعيبه اربعه بتوع نادي الزمالك بنفس القوه. طب نشوف راي كابتن عصام، يعني حضرتك تتفق مع كابتن ممدوح في هذا الكلام؟ طبعا طبعا، يعني انا اقول سبب مكسب الاهلي في مباراتين الزمالك في الدوري 3-0 ان توفيق لاعب المركز 4 ريموند والسنتر بلوك عمل، يعني هما الاثنين عملوا ماتشين مفيش احسن من كده، وكان سيرفاته السبايك جامده جدا، وكان ضربه من 4 مؤثر جدا، ضربه من 6 كانه بيضرب من على الشبكه وبينط عالي قوي ما شاء الله، واحمد كمان بينط عالي قوي، فكان الموضوع بالنسبه لهم خلاص شبه مفيد الملعب الناحيه الثانيه بعدين طبعا يعني عبد الله ما شاء الله عليه، هو بيعرف يوزع اللعب
وشايف البلوك فين الاقوى وبيبعد عنه، والاستقبال لما يكون كويس فبيديله فرايتي ان هو ممكن يوزع اللعب في اي حته هو عايزها بدون اي صعوبه. طب البلوك في نادي الزمالك يعني برضو خلينا نقول يعني حضرتك النهارده اكدت ان البلوك ليه دور كبير جدا في حسم نتيجه اليوم. شايف بلوكات مين اقوى كمقارنه، ومين من الفرقتين اللي يقدر يكون عنده بلوكات كويسه على الشبكه؟ بص انا زملكاوي لكن اقول الاهلي عنده في كل مهاره هو الافضل. ليه؟ الاهلي عنده نسبه الاطوال فيه اعلى بكتير قوي من الزمالك زي ما حضرتك قلت. البصرات سواء حسام ولا احمد عبد الله ولا عبد الله عبد السلام ما شاء الله عليهم فوق الاثنين متر. صحيح. بالمقابل احمد فتحي قصير، اللقاني قصير، السيسي ما بيلعبش كتير. تمام. مركز ثلاثه عدوله مثلا ما شاء الله عليه. تمام. عبو ما شاء الله عليه. كريزمير المحترف. فالثلاثه طوال. مفيش اربعات برضو، اربعات عندك بيطيروا يعني مش بنفس الطول لكن الاثنين جنبهم عالي جدا فبيعوض الفرق الطول. طب لو بصينا الناحيه الثانيه برضو في نادي الزمالك، هل حضرتك شايف ان ممكن حتى يعني ما فيش اطوال، طب شايف الجنبات، شايف الارتقاءات، هل بيقدروا يطلعوا مثلا فوق الشبكه مثلا بحاجه كبيره يعني؟ لا، هل مش زي الاهلي؟ طبعا مش زي الاهلي. لكن هي يتوقف على ملامسته للكوره، اي ضارب بيتوقف ملامسته للكوره، ممكن يكون التايمنج بتاعه، التايمنج ولمسه الكوره ذات نفسها. بتلمسها من اي ارتفاع، ممكن انط عالي جدا مثلا 3.60 متر والمس الكوره من 3.20 متر. انا شايف كده. ماخدش الكوره من اعلى نقطه، فيبقى كل الجامب بتاعي وكل الطول بتاعي ما استغلتوش. فالتكنيك ذات نفسه بيفرق قوي في الاداء المهاري. وده طبعا بيرجع من التعليم، من هو بيتعلم وهو صغير، ممكن واحد ما بينطش. بس النهارده يا كابتن في حاجه يعني في منتهى الخطوره الحقيقه، احنا كنا شفناها امبارح وممكن تبقى يعني نقطه تحول، السيرفات. انا الفرقتين طبعا ينزلوا عشان يلعبوا سيرفات جامده وقويه، فبيجي نسبه كبيره جدا منها في الشبكه. شفنا يا ريسك يعني شفنا امبارح النادي الاهلي في ماتش الاتحاد 9 سيرفات من 21 سيرف جم في الشبكه، فدي برضو ريسك يعني. بس عايز توفيق. امبارح ما كانش الاهلي واخد الماتش كانه في خطوره، واخده تجربه، مش تجربه يعني. انا كسبان 3-0 حتى لو طلع عليا فرق 4 بونت 5 بونت، انا متاكد جوايا ان انا هجيبه واكسب. نعم. فلما بيجي يخش على الارسال ما بيخشش ارسال ان هو حذر جدا في الارسال، عايز يلعب ارسال قوي واخد باله ان هو ما يطلعش اوت او يجي في الشبكه. فاعتقد النهارده الامور مختلفه. حضرتك تابعت ماتش طلائع الجيش والزمالك امبارح ولا حضرتك ما شفتوش؟ لا ما تزعلش، ما شفتوش. طيب يعني قصدي اقول لحضرتك ان الارسالات، الضغط بالارسال ده ريسك. وكابتن ممدوح كان معانا برده حتى في ماتش الزمالك الثاني اللي هو كان اخر ماتش كان بطوله الدوري 3-0 برده، كان 3-0 كان النادي الاهلي فيه سيرفات كتير جت في الشبكه نتيجه الضغط بالارسال. شايف ان ده حل لابد منه ولا ممكن اعدي الكوره وبعد كده ابتدي انا ايه هنا اركز في دفاعاتي؟ ترجع لخبره اللاعبين، يمكن على مستوى العالم الناس شافته في دوري الامم اللي هو بيتذاع حاليا معمول في ايطاليا، بدا يخلق ارسال جديد. كان اللعيب بيلعب ارسال سبايك جامد وزي ما تيجي، النهارده دخل الارسال السبايك مع جامب فلوتر، مزج بين الجامب فلوتر والسبايك في اخر لحظه وهو بيشوط، بيلعب ارسال جامب فلوتر من اعلى نقطه، فبيحصل توجيه وموجه كده في الكوره، خلخله للكوره، بيحصل في الهواء، فتقدر بتيجي في ايد اللعيبه وتطلع مش مظبوطه. دي الارسالات الجديده اللي اتلعبت على المستوى العالم، مزيج بين الدوري ده. لسه لحد وقتنا هذا اللعيبه عندنا في مصر لسه ما طبقتوش، بس بشوف ساعات عبد الله بيعمله. عبد الله بيعمل كوره تانية، ان هو بيشوط الارسال جامد جدا، يجي في ارسال اللعيبه اللي هم المستقبلين بيقفوا في اخر الملعب. نعم. يبدا صائد. يلعب ارسال ايزي قصير بحيث ان هو اللعيب خلاص واقف مستني الارسال السبايك. لا، بتبقى ارسال قصير صعب ان هو يروح له، فبيبقى بونت مباشر، وهو عمله امبارح اكتر من كذا مره وحقق بيه اكتر من كذا بونت، وهي دي خبره عبد الله، واحمد صلاح بيعملها، احمد سعيد بيعملها. يعني حضرتك شايف ان حتى لو انا جبت 10 او 15 سيرف مثلا، ان شاء الله ما يبقاش 15، حتى لو جالي 10 سيرفات في الشبكه فهو حل وسلاح طبعًا لازم استغله. لازم البدايه يعني خد الخط الاول للهجوم، حتى لو اصل كابتن انا برضو معلش يعني انا برضو ما بقدرش يعني اتفهم. مثلا انا عندي يعني مثلا فرقه زي النادي الاهلي، انا اتكلم عن النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده دفاعات قويه سواء بلوك سواء استقبال سواء تحركات في الملعب، الحمد لله لعيبه اطوال وكل حاجه. طب ما انا اعدي الكوره وما اخدش الريسك ده، الكابتن ممدوح بيضحك. لا اصل كلام فني حضرتك بتقوله لسه، يمكن كابتن عصام انا بقول له ساعات الخط فيها. الدفاع عندك قوي جدا، خط البلوك اعلى 3 بلوكات على الشبكه، فعديها بس. فعشان النهارده العب سيرف في الشارع واخبار حضرتك، ما هو لازم في فكر. يبقى هنا
المدير الفني ليه دور. امتى النهارده كازيمير موفق في السيرف؟ كان في الماتش اللي فات موفق. في ماتشات قبل كده كان بيروح يضيع ارسالات كتير. صحيح. ونسبته كانت ضعيفه في الارسالات، فلازم في الوقت ده امتى اقول له العب ارسال جامب فلوت، عدي عدي الكره بس. أوه. لان انا هقدر اجيبها. هي مش قصه تحديد كوره، قصه تحديد كوره سهله. هيقابلني هجوم يقدر يعمل بيه فينت. لا ما مش هتعدي سهل قوي يعني. فانا عايز ارسال يكون متوسط بحيث ان انا اضمن ان هو اقوم بحائط الصد والدفاع بتاعي، بحيث ان انا اجيب نقطه، ما اهدرش نقطه سهله واحط الكره في الشارع في توقيت ممكن ايه انا محتاج النقطه. صح. دي انا اتفق مع حضرتك بقى. ده ما هي دي يعني خبره حضرتك اللي بتقولها دي، بترجع خبره المدير الفني وخبره ساعات اللعيبه تختلف في الجيم في انهي نقطه انا بلعب ده والعب ده. يعني لو فرق 5-6 نقط خلاص اخد الريسك. ده او في الاول اول مبدا الجيم باخد الريسك، باخد مش مشكله. ماشي. لسه السكور بعيد لسه او صفر. اه كرازيمير ده لو ايكوال مثلا، يعني دي كور لكرازيمير اهي، كان في الماتش اللي فات هو كان لعيب مؤثر كبلوك. يعني بص يا كابتن، البلوك واصل يعني صعب، بيصعب الدنيا قوي على يعني هو طالع بلوك ريموند وكرازيمير، فالاثنين بصراحه مصعبين الدنيا قوي على الضريب، لان هو بيطلع بيلاقي ايده. بص يا كابتن يعني تالي ان شاء الله يعني الحاجه الفنيه باينه، بس حضرتك تتفق معايا انه بترجع لخبره اللعيب. هل انا محتاج اعدي اخد ريسك سيرف قوي ممكن يجي في الشبكه؟ هو خبره اللعيب وبرده بتعليمات المدرب. يعني اول ما بيروح يلعب اي لعيب بيلعب السيرف بيبقى هم اصلا في قبل المباراه بيبقى عندهم توجيهات، هتلعب على مين وهتلعب سيرف شكله ايه. كل واحد بيلعب بيبقى يعني اعتقد ان اي مدير فني بيقول ان اللعيب يلعب سيرفه العادي اللي هو الواحد اللي بيلعب سيرف سبايك جامد، العب سيرفك جرب مره 2-3 لو ماشي كمل لو مش ماشي خلاص في سكند شويس ان هو بيلعب حاجه تانية. حاجه تانية مش مجرد ان اعدي الارسال ايزي عشان عندي بلوك طويل، لان برضو لو ارسال ايزي يبقى استقبال سهل جدا، يبقى ضرب قوي، يبقى البلاي ميكر ممكن يلعب بالسنتر بلوك. صحيح. هيوقف لي السنتر بلوك ويلعب على الاطراف. تمام. فيبقى سنجل بلوك، يبقى صعبه. يعني حضرتك قصدك ان على حسب رؤيه الملعب. طبعا. من الجهاز الفني واللاعبين. طب على حسب مين بلعب على مين. يعني لو تاخد بالك مثلا في الاهلي محمد معوض المفروض ان هو ليبرو الفريق. ليبرو. تمام. اكثر واحد يستقبل. تمام. محمد مش اكثر واحد بيستقبل، ما بيلعبوش عليه. يبقى واقف عمال يبص للناس، ارسال هنا وارسال هنا مفيش كره بتجيله الا لو هو دخل على الكوره او ضرب سيرف سبايك. بالظبط. لكن النقطه دي نحب نشرحها، ويمكن ان هو يقدر المخرج يجيب لنا الملعب. ف طب اشرحها على البورد زي ما اتعودنا يا كابتن. هو هل هيجيبه يقدر هو على الترابيزه ولا لا هوجهه للكاميرا؟ لا اوجهه للكاميرا، يعني حضرتك اعمله كده يعني كده كده وهنقدر نجيبه ان شاء الله زي امبارح. احنا هنا بيبقى الليبرو واقف، الليبرو اللي هو اللون الازرق، اللي هو اللون مختلف. تمام. وده وضع النادي الاهلي. محمد معوض بيبقى لابس تيشيرت ازرق. وخبال حضرتك هنا لعيب ثلاثه، هنا لعيب احمد صلاح وهنا احمد سعيد. تمام. عبد الله فين بيكون؟ عبد الله واقف مركز واحد. الكروس بتاع احمد سعيد. ريموند واقف. تمام. هنا واقف مركز اثنين بس. تمام. هو الضربه اللي على الشبكه. تمام. ففي سلاحين هنا، اغلبيه لعيبه الفريق المنافس ان هو في الوقت دوت كله بيلعب على ريموند. ليه بقى؟ عشان يطلعه من الضرب ولا اللعيب اللي على الشبكه ويأخره، وفي نفس الوقت اصعب كوره على البلاي ميكر ان هي تجي له من ظهره. فعلا. فهو ما بيطلع كده على الشبكه عشان ينفع مكوره من جيله من ظهره، هنا عمليه صعبه جدا. يبقى التوجيه كله هيبقى ريمون مركز اثنين او اي لاعب بيلعب في مركز اثنين. بالظبط. يبقى انا اعمل ايه كمدرب؟ ان انا عندي ليبرو متخصص واستقباله نسبته عاليه جدا. تمام. فانا في اللحظه دي فرق العالم كلها تقوم مقربه ومضيقه المساحات في المنطقه دي، او ما انا عامل ايه؟ او مقرب محمد معوض منين؟ من عبد الله. من ريموند. تمام. ريموند. ريموند اللي هيستقبل. تمام. واخبار حضرتك؟ ياخد على ايديه بس. ياخد على ايديه. وانا بالنسبه لي احمد سعيد هيبدا يخش جوه الملعب شويه. طب كده يا كابتن مش هيبقى عندي جاب هنا؟ ما هو تعالى بقى اللعيب لو بيفكر الناحيه الثانيه. ما هو اللحظه دي ما بتبقاش واقفه من البدايه. اول ما الكوره تطلع في الهواء. اول الكوره بتلعب على طول من مقرب. مقرب. ما وضحلوش. عشان ياخد هو الكوره بتاعت ريموند. ده حل. تمام. الحل الثاني ان انا لو كل اللعيبه وقت الماتشات اللي هي القويه زي اهلي وزمالك بيحصل في كل لعيب بيبقى ليه سيستم في الارسال، اللعيب القوي بيبان اتجاهات ارساله فين في الحته دي القويه. تمام. فبالتالي لو هو عملت له كده بيغير فكره، ولو حب يلعبه في النقطه الفاضيه فبيطلع ضعيف او يطلع منه في الاوت سايد، بيفصل شويه، بيفصل. ياخد باله ان في تحركات حصلت قدامه. فتركيزه بيقل. فتركيزه بيغير بس فكره. بس ده دور الاحصاء، دور المحل التقني. الله ينور. عشان يقول للمدرب خلي بالك ده عنده سيرفو القوي بيروح هنا ما بيروحش هنا. كل لعيب بيبقى ليه مكان مخصص بيلعب منه، مش كلهم بيلعبوا من مركز واحد.
يعني في مثلا يلعب من مركز خمسة يلعب من مركز واحد. تمام. فبرضه تبقى كل لاعب ليه مكان بيلعب منه. فانا كده ببوظ له اللي هو متعود عليه. دي حقيقة. النهارده محمد معوض ليه دور كبير، هو يحاول النهارده ممكن يلعبه على احمد سعيد، لان احمد سعيد كان لاعب في مركز اثنين اوبزيت زي احمد صلاح، بس احنا عشان نستفيد من امكانياته وفي وجود احمد صلاح في اثنين فما ينفعش يبقى قاعد بره بيلعب في 4، فلعبناه في مركز 4. بس 2 و4 يا كابتن متشابهين شويه مع بعض. لا ما هو متشابهين في يعني ده طرف الشبكه وده طرف الشبكه، يعني الدنيا هقول لك حاجه، هي مختلفين في اختلاف كبير جدا ان لعيب مركز 4 عنده كل المهارات. طب يعني وضح لساده المشاهدين كده برده، مركز 2 بيقف فين ومركز 4 بيقف فين برده، عشان ايه نبقى لو احنا اتفقنا ان احمد صلاح بيقف هنا كل عدلته ناحيه الشمال زي في الكرة الوينج الشمال والوينج اليمين. تمام. فهو في الكرة خبر حضرتك الرجل الأشول زي محمد صلاح في ليفربول بدأوا كان المفروض طول عمرنا بيلعب ناحية الوينج الشمال الأشول، فعكسوا الآية وبقى وضعوا محمد صلاح في ناحية اليمين عشان يبقى عدلته يقطم على جوه وفي نفس الوقت يشوت زي ما بيعملها مثلا شيكابالا في نادي الزمالك. وصلاح بيعملها، صلاح بيحطها على جوه وحاططها في المقص. قصدي حضرتك نفس الكلام هنا، نفس الكلام بس هنا لا العملية تختلف. هنا الراجل لازم تبقى على شماله الشبكه والمرعب فيقدر يتحكم. ده اللي هو احمد صلاح. احمد صلاح ده مركز 2، مركز 4 بيكون هنا. مركز 4 يبقى على شمال الشبكه، ومركز 4 بيبقى كروس ليه البصير، ولا انا غلطان؟ لا المركز 2 هو اللي كروس 4. يعني مركز 2 هو اللي بيبقى كروس البصير. اي عبد الله واحمد صلاح كروسات. تمام تمام. طيب اتفضل يا كابتن. يبقى احنا زي ما اتفقنا ان احمد سعيد بيلعب هنا واحمد صلاح بيلعب هنا، فانا بالتالي زي ما قلت هيرجع يستقبل، فانا اودي محمد معوض جنبه عشان افرغه للضرب. فلو محمد معوض استقبل اولا الكوره هتبقى احسن من احمد سعيد لان نسبه الاستقبال للضرب. واخبار حدك هي ده دوره في الملعب ان هو يستقبل، واحمد سعيد يبقى سهل ان هو يضرب وفي نفس الوقت اطلع كوره مظبوطه. تمام تمام كده كده حضرتك شرحت لنا يعني بتفصيل وحاجه فنيه حلوه لزياده المشاهدين، عشان مش بس احنا بنتكلم للناس بتوع الفولي بول، برضو الساده المشاهدين اللي يعني مش يعني ما لعبوش فولي بول او ما شافوهاش قبل كده يبقوا فاهمين معانا. طب كابتن عصام برضو اجي لحضرتك حته فنيه تانية مهمه جدا، الروتيشن بتاع اللعيبه في ارض الملعب. مفروض احنا محتاجين نشرحه للساده المشاهدين برضو، يعني الروتيشن بيبقى ازاي وامتى بيبقى عندك نقطه ضعف في الروتيشن ده. هو الروتيشن بيبقى المراكز احنا عندنا 1 و2 و3 و4 و5 و6. يعني لو عملنا كده مثلا مش عارف هي لا احنا مش احنا يعني مش لازم نشرح السبوره، يعني نقول الروتيشن طيب. بيبقى مع عقارب الساعه ولا مع الروتيشن ماشي. طب خلاص خد السبوره حضرتك كده معلش احنا نظبطها. ده مركز واحد، يعني ادي السبوره للكاميرا بتاعت حضرتك دي. ايوه كده بالظبط. تمام كده ده مركز واحد. تمام. مركز 2. تمام. 3 4 5 6. تمام حلو الكلام. الروتيشن بيجي ازاي؟ الروتيشن كده ده انتي كلوك وايز. ده انتي كلوك وايز؟ لا ده كلوك وايز. لا ما هو انت ده مع يبقى مع كلوك وايز. تمام مش انت كلوك وايز. مثلا جبنا خلاص لعبنا ارسال وخسرناه وبعد كده كسبنا الاستقبال. تمام. بنلف لفه، ده بيجي هنا هنا ده اللي هنا بيرجع ورا. تمام. اللي في 3 بيجي في 2. تمام. اللي في 4 بيجي في 3. اللي في 5 بيجي في 4. اللي في 6 بيجي في 5. تمام. الروتيشن بيبقى كده. امتى بيبقى عندي مشكله؟ لو جالي التلاتايه ورا مثلا. لا هي ما فيهاش مشكله. هي المشكله الوحيده لما مثلا يكون البلاي ميكر مثلا ايه هنا اللي في 2 بيستقبل وارجع قوي قوي. تمام. ولازم لان يعني هنا لازم البصير لما يكون خلفي. تمام. وقدامه واحد اللي هو 2 مثلا بيستقبل. تمام. لازم ارجع ورا، ما ينفعش ان هو يبقى تمام. قدام. تمام تمام يا كابتن. بس. شكرا جزيلا. يمكن برضو دي كانت يعني حاجه فنيه سريعه برضو بنقدمها لحضراتكم. كده احنا جاهزين يا جماعه نروح لارض الملعب. طيب هنطلع خلاص لحظات وتنطلق المباراة. خلينا طبعا الأول نطلع فاصل وبعد كده نروح لأرض الملعب معلقنا الكابتن محمد عفيفي، نهائي كأس مصر الكرة الطائرة موسم 2021 الأهلي والزمالك. المباراة ستقام على صالة قناة السويس في الإسماعيلية. كل التوفيق طبعا للنادي الأهلي، نتمنى الفوز بشكل كمان جميل ويبقى مسك الختام للموسم الرياضي. فإلى هناك.